مرتب الوالد عندي الحمد لله بعد سيفينجز من الكلاينت ومع الدعم من زوجي انتقلت على المكتب اللي احنا فيه الحين. تستحوذ المرأة العاملة الكويتية على نحو 40% من قطاع التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال، وعلى 35% من قطاع التجزئة والمطاعم والفنادق، وعلى 60% من المهن العلمية والفنية. كانت تواجهني بعض المشاكل أن كوني يعني بنت مجال كله ريايل، فكانت شوية صعبة، ما كانوا يأخذوني بجدية. مشاكل واجهتني كثيرة في الكويت، لأن قبل 12 سنة أني أنا مرة وأوقف في المعارض كان شوي شيء غريب، مو متعودين مثل الحين هالأيام. فكانوا دائما الناس إن يحاربوني، ينتقدوني، يقولون أن الخلطات مو هي اللي خلطتها، جايبتها من السوق وقاعدة تعرضها، ودائما يحبطوني. فبالعكس أنا كل ما كانوا يحبطوني أتشجع أكثر وأكثر. برز خلال السنوات الماضية العديد من الأسماء لسيدات أعمال خاصة في قطاع البنوك والاستثمار، كمها الغنيم رئيسة مجلس إدارة شركة جلوبل للاستثمار، والتي اختارتها مجلة فوربس العالمية ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم، وشيخ البحر مدير عام بنك الكويت الوطني الحائزة على المرتبة الثالثة ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في العالم العربي بحسب مجلة فوربس أريبيا، وسعاد الحميدي عضو مجلس إدارة بنك عودي اللبناني والتي تعتبر من أوائل سيدات الأعمال في الكويت. قطعت المرأة الكويتية شوطا كبيرا حتى اليوم في دفع عجلة البلاد الاقتصادية، لكن تبقى مشاركتها بصناعة القرار السياسي مقتصرة على تعيين الدكتورة معصومة المبارك كأول وزيرة في حكومة كويتية، وفشل دخول المرأة إلى مجلس الأمة على الرغم من السماح لها أن ترشح نفسها وتنتخب لأول مرة في تاريخ الكويت بانتخابات مجلس الأمة في العام 2006. مشاهدينا، نستقبل اليوم الشيخة حصة الصباح، وهي رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب وأيضا رئيس لجنة سيدات الأعمال الكويتية. أهلا وسهلا بك شيخة حصة. بداية نسألك، إلى أي مدى تعتبرين المرأة الكويتية متقدمة بالمقارنة مع المرأة العربية في مجال الأعمال؟ طبعا مقارنة بالمرأة العربية نجد أن المرأة التونسية متقدمة على كل الدول، لأنه طبعا بحكم أنه المرحوم الرئيس بورقيبة أعطاها هذا الحق ودخلها في غرفة التجارة والصناعة. لكن اليوم نجد أنه المرأة الخليجية يعني حتى الكويتية أصبحوا في كل المجالات. يمكن الكويت نشوف أنه المرأة البحرينية دخلت غرفة التجارة، وإحنا لا نزال ينقصنا هذا، أنه دخول المرأة الكويتية في غرفة التجارة لا تزال. أنتم كلجنة سيدات الأعمال الكويتية، ما هي المساعدات التي تقدمونها لسيدات الأعمال الجدد؟ تدريب وتفادي الأخطاء اللي إحنا وجدناها، يعني أنه تتفاداها بالتدريب وتعليمها. طبعا هناك مساعدات أيضا ما تأتي من مؤسسات عالمية كأمديست، أنه سيدات من الكويت يروحون أمريكا للتعليم عن أصحاب المهن، دورات يعني، أو دورات نعملها إحنا في الكويت أو في مثلا الدول العربية الأخرى. هل برأيك سيدة الأعمال الكويتية تركز على الدخول في قطاعات معينة نظرا لأسباب عديدة، منها ربما اجتماعية أو حتى سياسية؟ لا، هي كان مثلا أول البنت أنه كانت تفتح لها محلها، أو أول شيء طبعا دخلت كمعلمة، بعدين افتحت زاولة العمل الحر أنه تفتح لها بوتيك في الموضة. يعني دائما هذا محبذ للمرأة أنه في الموضة في مجال عملها. نجد اليوم مثلا أشياء دخلت في المحلات مثلا الشوكولاتة والحلويات، لكن نجد اليوم بالعكس في كمهندسة عايشة بدستور يعني تمتلك شركة متخصصة في المقاولات. عندنا مثلا الأستاذة فوزية الحساوي في العقار وفي مجال المحاسبة والأوتيلات، فأصبحت البنت الكويتية نجدها في كل المجالات. طبعا غير يعني ما نجدها في الصناعات الثقيلة، يعني لأنه هذه
يعني للدولة أو لشركات كبيرة يعني. لنتحدث الآن عن دور المرأة في المجال السياسي، يعني نعرف الآن بأن دورها مقتصر على حقيبة وزارية واحدة ولم تفز في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، لكن برأيك متى سيكون للمرأة الكويتية أو تحديدا لسيدة الأعمال الكويتية دور فاعل في المجال السياسي؟ افتكر المرأة لما تسوي تكتل اقتصادي، كاحنا نقول الحين نجد المرأة انه دخلت اذا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصبحت كتلة اقتصادية قوية، ممكن تدخل تفرض نفسها في المجتمع، تفرض نفسها حتى سياسيا، لانه حيكون عندها قوة شرائية وقوة تفرضها لها. وهذا احد يعني احنا نفكر فيه كمجلس سيدات اعمال العرب، انه احد التوصيات او احد الركائز انه تعزيز المرأة اقتصاديا في الدول. لذلك اسسنا لكل دولة جمعية سيدات اعمال يكون لها نشاط وتدخل الغرفة ويكون لها صوت ورأي مسموع، والحمد لله في خلالها 7 سنين المجلس قدر على ذلك. لنجد اليوم ان شاء الله يعني في نوفمبر من هذه السنة هيكون الملتقى الاقتصادي الثالث للمجلس في مملكة البحرين، بالمؤتمر هيكون ان شاء الله معرض كبير لمنتج المرأة العربية تحت رعاية كريمة من الشيخ السبيكة حرم الملك الشيخ حمد، وهذا من احدى ابرز انشطة المجلس لهذه السنة. كل اللي أحب أقوله أنه المفروض المرأة تناصر المرأة، أفتكر هذه مشكلتنا أنه المرأة بدلا تنتخب مرأة تنتخب الرجل، لأنه إحنا كتعلمين الدولة صغيرة وكلنا أسرة واحدة، فيمكن يفرض عليها أنه تنتخب أخوها أو زوجها أو عمها أو أبوها. المفروض تستقل في رأيها وتشوف أنه المرأة محتاجة لدعم مرأة أخرى مثلها. شيخة حصة الصباح، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا، تتابعون بعده. شركة كويتية خاصة للنفط والغاز تقودها مهندسة. حول العالم تواجدنا ملحوظ. بنك الكويت الوطني أفضل بنك في الشرق الأوسط.